الراتب ما صار بيغطي زي أول، فاضطريت إلى إني أشتغل. وفي أشياء كثيرة دخلت علينا يعني، وفي أشياء تطورت المملكة، انفتحت المملكة، هذا زاد برضو عبء على الأسرة من ناحية إنه ترفيه الأولاد وش اللي يحتاجون الأولاد، وكل أب وأم ما بدهم يكسرون خاطر أولادهم بأي شيء، فيضطرون إنهم يوفرون الشيء هذا لهم لو عن طريق حساب صحتهم إنهم يشتغلون طول اليوم. بديت أمر على الأسواق، بديت أمر على المستشفيات، أسأل بعض النساء حابين توصيل حابين كذا، بعضهم كانوا يستنكرون الشيء هذا أو يستغربون، وبعضهم يحبون يخوض التجربة إن نركب مع واحدة ست. الحمد لله صاروا لما يركبون معي يأخذون رقمي ويتواصلون معي بعدين بإني أوديهم مشاوير أخرى ثانية. الأمان يعني إحساس بالأمان، وأهم شيء طبعا زي ما قلت لك دعم المرأة. يعني أنا أحس أني لما أطلب فهدة يعني تحديدا أنه أنا بطريقة أنه أرتاح نفسيا يعني أنه أدعمها يعني.